نروح لموضوع آخر، والحقيقة معانا نموذج متفوق قدر إنه يفوز بالمركز الأول عالمياً في فرع الابتهال والإنشاد في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني. هذه المسابقة ربما يعني كلنا بنسمع عنها كل سنة، وبتقدم لنا بالفعل نماذج يعني مضيئة ومبهجة ومفرحة جداً. خلينا نرحب على الهاتف معنا محمد رضا الفائز المركز الأول عالمياً في فرع الابتهال والإنشاد الديني. أهلا بك يا محمد، بنصبح عليك. وفي البداية عرفنا على تفاصيل الفرع اللي حصدت فيه المركز الأول، أبرز الصعوبات اللي كانت في هذا الفرع تحديدا. ألو، صباح الخير أستاذ مصطفى. رومانا، صباح الفل عليكم وعلى كل المشاهدين. يا رب صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. تفاصيل الفرع اللي اشتغلت عليه ايه، او اللي خدت فيه المركز؟ انا تقدمت لمسابقه بورسعيد في فرع الابتهال. طبعا هي كانت مسابقه قبل كده محليه على مستوى محافظات مصر فقط، وبعد كده محافظ بورسعيد اللي هو علي الغضبان مشكورا قام بتطويرها وخلاها مسابقه دوليه. صحيح. فاصبح التنافس كان بين المصريين وبين من دول مختلفة، طبعا معنا متسابقين من دول بره وكده. فالحمد لله التسابق كان من حوالي بداية الأسبوع، من يوم السبت اللي فات. أيوه كمل، احنا سامعينك، اتفضل. وبعد كده يعني طبعا تم التسابق والتصفيات، وامبارح كان حفل الختام. كان تنافس ما شاء الله يعني شريف بيني وبين اخواتي المتسابقين من جميع دول العالم. كان معانا مشاركين طبعا من دولة لبنان ودولة المغرب ومن جميع الدول. طيب. فالحمد لله ربنا أكرمني بالأمس وفزت بالمركز الأول على مستوى دول العالم بفضل الله. ألف مبروك ليك يا محمد مرة تانية. الله يبارك، الله يبارك حضرتك. طيب محمد، الحقيقة إنه يمكن مصر في هذا المجال، مجال الإنشاد الديني، متفردة الحقيقة. ويمكن عندنا قامات كبيرة جدا. موهبتك وما شاء الله، بما أنك فزت بالمركز الأول في هذه المسابقة المهمة، أكيد موهبتك هي موهبة مختلفة ومتفردة. احكي لي من إمتى اكتشفت هذه الموهبة؟ مين كان أول حد اكتشف شيء مميز في صوتك وخدك لطريق الابتهالات والإنشاد الديني؟ والله أنا أول ما بدأت كان طبعا أنا في الأساس كنت في الأزهر، بدرس في الأزهر. وطبعا الموضوع بدأ طبعا من الاكتشاف اي موهبه كان بيكون في الاذاعه المدرسيه. التطوير بدا من استماع لاذاعه القران في البيت. وبمساعده طبعا والدي ووالدتي ليهم، او يعني هم اول ناس لهم الفضل عليا طبعا ان هم اكتشفوا صوتي. وبعد كده بداوا يعني يقولوا لي اسمع المشايخ وطور من نفسك. بدات انا واحده واحده ان انا اسمع المشايخ القدامى واللي هم العمالقه المصريين، زي امثال سيدنا الشيخ علي محمود والشيخ النقشبندي والشيخ محمد عمران. وبدات ان انا اطور من صوتي واحاول ان انا ادرس المقامات، يعني حتى لو ما درستهاش على ايد حد، ولكن حاولت ان انا اسمع بعض الدروس لبعض المشايخ واتعلم. فالحمد لله الموضوع يعني افادني كتير، وبقيت بدات اخرج احتفالات. والحمد لله انا حتى انا قريب من فتره صغيره اعتمدت مبتهل باذاعه القران الكريم والتلفزيون المصري. ما شاء الله يا محمد، بنحييك مرة تانية وبنبارك لك من برنامج صباح الخير يا مصر. محمد رضا الفائز بالمركز الأول عالميا في فرع الابتهال والإنشاد في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني. شكرا ليك.